هكذا بدت الأجواء الصباحية في محافظة طول كرم، شلل تام في حركة المواصلات وأعداد كبيرة من المواطنين ينتظرون هنا وهناك نتيجة تعليق العمل في مجمع السيارات من قبل سائقي المركبات العمومية، وذلك في خطوة احتجاجية على قرار وزارة النقل والمواصلات بخفض تسعيرة المواصلات على كافة الخطوط، مطالبين الجهات المسؤولة مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها السائقون وتبعات هذا القرار عليهم. نطالب في إيقاف القرار فورا والرجوع عنه، لأنه هذا مجحف بحق السواقين، لأنه السواقين مواطنين، هم ونسائهم وأطفالهم، زي ما هم بيطالبوا للمواطن برضه هو مواطن، ما جاش من الشارع السائق ولا عياله اجوا من الشارع. اقتص منا يوميا 56 شيكل يوميا، كل نكله 28 على نكلتين 56 شيكل اقتص. طب شو وفرت لي سولار باليوم؟ الشهر الجاي بده يرتفع، شو نقولهم تعالوا يلا ارفعوا ورجعوا التسعيره؟ هذا قرار تسرع فيه جدا. عدم التشاور والالتقاء بممثلي السائقين وعقد جلسات حوارية لمناقشة خطوة اتخاذ هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع حسب تعبير المحتجين هنا هي نقطة أساسية وفيصلية بالنسبة لهم لخوض هذا الاحتجاج. ولم يتم التوقيع من قبلنا كنقابة على التسعير لأنها فعلا مجحفة بحق السائق، علما بانه تسعيري السابق نزلت سنه 2011 وكان في 2011 نفس سعر المحروقات اليوم، ما صارش دون التسعير السعر السابق تمنوا نزلوا تسعيري. المواطنون من جهتهم تباينت آراؤهم في تأييدهم لهذه الخطوة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السائقون، إضافة إلى أن شريحة السائقين حسب تعبيرهم هم جزء لا يتجزأ من المنظومة المجتمعية، أما البعض الآخر تولدت لديه مشاعر الاستياء نتيجة تعطل أعماله اليومية. كان علي محاضرة على الساعة 8 وعلي امتحان، وراح علي الامتحان وهينا لا فينا نروح ولا فينا نرجع على دورنا، وهينا قاعدين هون لا يعني ترجع المواصلات. زي ما انتم ملاحظين صارت الساعة أكثر من 8، كنا متوجه لمدرستنا في نزلة عيسى، تفاجأنا أنه في إضراب للمواصلات، ما قدرنا نوصل للمدرسة نهائيا، فيش ولا أي وسيلة، جميع سيارات اليوم عامل إضراب عن العمل. جينا الصبح فحكولنا أنه كان في إضراب للمواصلات، ويعني أكيد هذا الإشي بأثر علينا، يعني في طلاب عندهم محاضرات الصبح، في عندهم امتحانات، يعني اللي راح عليه محاضرة واللي راح عليه الامتحان، فبتمنى أنه لاقى حل سريع لهالمشكلة. المطالبة بإعادة النظر في قرار تسعيرة المواصلات الصادر من وزارة النقل والمواصلات، والنظر إلى هؤلاء المواطنين من السائقين العموميين بعين الرأفة والرحمة هي مطالب أساسية من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية. وفاء زيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم.